ما تنسوش تشاركوا في القناة، ديروا لايك للفيديو وتخليوا رأيكم في التعليق. دابا نخليكم مع القصة. البنات اللي عندها ما ظريفة وحنينة وكتعاملها مزيان تحمد الله وتشكره. انا امي كتخرجني للزنقة كتقول لي الا ما جبتيش الفلوس ما تدخليش للدار، عطيني ابتساع. راه ما مربيانيش، راه امي الحقيقية. با ما كيهضر ما كيتكلم ما كيدوي. اخوتي الدراري عندي جوج، اخوتي عزارة كبر مني، الا عطيتهم الفلوس راهم ساكتين، الا ما عطيتهمش الفلوس كينوضوا ليا وكيبداو يعيروني غير بالهضره الخايبه. ديما مشوهين مع الجيران كاملين بينا. امي في اصلها كانت مرا فاسده، يعني الا بغيت ندوي بالمصطلحات العاميه ديالنا، لصقت في با غير هكاك، لصقت فيه ولصقت فيه واحد من خوتي، حيت ملي كتنوض وكتعيري وياه وكتقابلو ويتعاطاو كتقول لي راه ماشي ولدك، ديما كتقولها محترفة بها قهرة بها. تزوج بها وهي حامل قريبة تولد، كانت غتدخلو للحبس وتزوج بها. يعني الماضي ديال عائلتي ما فيه حتى شي حاجة اللي هي مشرفة. واخا كون بقيت بنت وكون بقيت من الدار، كون بقيت داخلة سوق راسي، شكون غيبغيني وشكون غيتقبلني في الظروف ديالي؟ ما عندو ولا غيجي يخطبني من عند هاد امي وهاد با، ما عند خوتي. خوتي بزناسة ما كيعرفوا حتى شي حاجه. بعض المرات كيصبحوا راقدين ناعسين، لما مصورينش للفلوس كنبان لهم غير انا، خاصني نعطيهم اوروبي كبير. صافي ايوا انا دوزت حياتي الصغر ديالي كله في العذاب، في الزنقه، في الشارع. دابا كنكمي كنشرب اي حاجه خيبه الا وكنديرها باش ننسى. ما عنديش فين غنمشي الا ما جبتش لهم فلوس، راه ما كندخلش. عندي وليد والده من الحرام، حتى هو راه شاده، امي كتربي فيه حتى هو دري. صافي هذه هي حياتي. ولدي مع الاسف ما كنعرفش حتى باه شكون، ما عرفاش شكون باه. كنقول نهار غادي يكبر وبدا يعرف يسولني اكيد غيقرب لها معايا، بغا يدير معايا شي طاب وشي مطاب، يعني من العادي. دابا يلا عنده 5 سنين باقي ما كيعرف والو. واحد الراس كيقول لي هربي من ديك الدار، خرجي منها. كنفسد كنفسد، اللهم نمشي لشي بلاصه بعيده ما كيعرفني فيها حد، شي مدينه اخرى، ونبدا فيها حياتي من جديد، ونبعد على هاد العائله هادو اللي باغين فيا غير الفلوس، وعلى هاد الام هادي اللي حاشا وحرام انه يتقال لها ام، ما عندهاش الاحساس، ما عندهاش المعاني ديال الانسانيه. بقى لحد الساعه كتخرجني، الا صبحت غير مريضه كتصبح كاعيه، ما كيعجبهاش الحال. حتى المرض ما خصش نمرضو، علاش؟ حيت في الليل ما تلقاش اللي يجيب لها الفلوس، انا هي البسطام ديالها. با عندو هادي كيدخل حاني راسو، ما كيهضر ما كيتكلم، راه كيجي وكياكل من الماكله اللي كنجيب انا، كياكل بالفلوس اللي كنصرف بهم انا. الحولي حتى هو انا اللي كنجيبو في العيد الكبير، حتى حد في خوتي ولا حد منهم ما كيجيب الحولي للعيد، كل شيء انا كي ياخذهم لي انا. ما خلاوليش نربي دريش، الريال مخزون ما عنديش والو، يعني كيضيعوا لي في حياتي هكا. كنشوف حياتي غطيع واحد النهار، واحد النهار اولا غدا اولا بعدا نبرد ونطيح، ما كاينش لي عقل عليا، ما كاينش لي معطي لي حتى خبزه ناكلها، ما كاينش فيهم اللي يشوف فيا ولا يتحملني، اكيد غتلوحني من الزنقه. ما عنديش نقول شي صاحبه ولا هذا اللي حنينه اللي نقدر نمشي لعندها، كتبان لي غير نمشي لشي مدينه اللي بعيده. ما كنظنش ان كاين شي راجل اللي يبغيني، يبغي وحده اللي هي بحالي اللي في الظروف ديالي. وكنشوف هذاك الولد الثاني وكيبقى فيا، ما قدرتش نفرقه، هو كيبان لي مسكين باقي صغير، باقي محتاج ليا. الواحد دابا باقي صغير ما عارف ولا والو، راه تحت جناحي وكيتصنت ليا. ايوا ما كاينش اللي يكسيه ولا يديها فيه ولا يقراه، الا مشيت وخليته فين غنخليه؟ نخليه مع امي، غتربيه التربيه اللي رباتني انا ولا ربات خوتي. يعني اش غتخرجوا؟ غتخرجوا شفار ولا شمكار ولا الله اعلم اشنو غادي يكون منا لقدام. هو اللي حابسني على هادشي كامل. ملي كنخرج حياه الليل ما نعاودش لك مالها، كاين اللي كيتعامل معاك مزيان،
كاين اللي كيعايرك، كاين اللي كيضربك، كاين اللي كيسرقك، كاين منهم حتى اللي كيسرقك. واحد المره واحد سرق لي السلسله اللي في عنقي، مشيت تخرج معاه وكل شيء، وقال لي اجي غنوصلك. سداني لواحد الخلا وسرق لي الفلوس اللي عطاني، خداهم لي وخداني، خدا لي حتى الفلوس اللي كانوا عندي، والسلسله كانت في عنقي نترها لي من عنقي وحيدها لي، وعطاني جوج طرشات قال لي سير لداركم. ما عرفت ما ندير معاه، بقيت كنشوف فيه سمي تراجع وانا كنبكي. ايوا كاين شي مرات كتلاقى مع شي حد اللي كيكون ظريف ولا كيكون درويش، كيكون حشمان، كيكون ولد دارهم، كاين اللي كيتهلا فيك كيعطيك فلوس بزايد. بعض المرات واحد المره وقع عقل واحد عطاني 1000 درهم، جيت فرحانه هذيك الليله، عطاني 1000 درهم. كان واحد السيد جاي من اوروبا، جاي باقي شبعان فلوس، باقي ما خسرش فلوس وباقي عاش براسو، عطاني 1000 درهم. ما تنساش ليا هذيك الليله، هذيك الليله فاش جيت فرحانه. الغد خرجت ولدي ديت لواحد البارك لعب حتى شبع، وغديت وتغديت انا وياه وفرحنا وضحكنا، وعاد رجعت. ايوا يعني هاد الحياه الليل هادي راه واحد الحياه اللي هي خايبه فيها المفاجآت بزاف. واحد المره واحد الواحد ضربني عطاني واحد الكروشي لعيني، حتى خلى لي عينيه كامله زرقاء سمانه، وانا هكاك عيني زرقاء كنحاول نضرقا غير بالماكياج ملي كنخرج، وغير سكر حتى سكر وقال لي راسو بدا كيضرب فيا. عطاني داك الكروشي هو اللي بقى معلم ليا في وجهي. ملي جيت للدار ما كاينش حتى اللي يسول فيا مالك ولا شنو وقع ليك ولا مناش هذاك الشيء، يعني صافي باغي غير فلوس كتعطيه خويا نعطيه. ملي كينوض ينوض حتى ينوض ويعير نعطيه 50 درهم في يدو، صافي كيسكت كيحن راسو كيحل بابو كيزيد كيخرج صافي. هو هذه هي حياتي، ما لقيتش انايا الوالدين اللي غيوجهوني ولا غيقولوا لي قرايه، راه القرايه مهمه، القرايه مزيانه. ما لقيتش خوتي اللي غيخافوا عليا وغادي نخاف منهم اني ندير شي حاجه ليا خايبه. ما لقيتش الام اللي هي كتحمي بنتها وكتخاف عليها وكتحمي لها الشرف ديالها، وما هي اللي صيفطتني صدقه وهي اللي خرجتني ليها، وما كنحملهاش، كنحملش فيها غير نشوفها غير كنافقها دابا حيت ما صافي ما عندي فيها، يعني ما عندي فيها سوق، ما عندي فيها غرض، وجالسه في الدار بزاف مني لاني ما عنديش البديل. كنحاول اني نربي هذاك الوليد حتى يحل نهار يحن عليا الله ويدير ليا شي تاول الخير. يعني ما عنديش شي هدف وما عنديش شي حياه، راه عايشه مدرمه بحالي بحال البهيمه. ايوا هذا ما كان، دعيو معايا ربي يرد بيا ويدير ليا شي باب اللي ما يكون عليه بواب، شي باب ديال الخير يتفتح ليا. راه ربي عنده البيبان بزاف كيفتحهم لمن بغى.